كولونيل عبد العزيز مدير جهوي لأمن الجيش في الناحية العسكرية الثانية، كانت الجزائر شرات غواصات من عند الروس طبعا، هو صدق مدرحين سي الكولونيل دار تقرير، دار تقرير قال بلي هاد الغواصات الروسية هادي راهي قديمة وهذه راهي مخدومة في سنوات الثمانين في الثمانينات، يعني من عهد الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هاد الغواصات ما همش قادرين يغادروا، المرس الكبير، يعني ما يقدروش يغوصوا ويدخلوا للبحر. أنا باش يديروا شكون اللي جاب هاد الغواصات هذوما؟ شكون جابهم؟ جابهم القايد صالح. دروك نشوفوا كيفاش القايد صالح أشرف على هذا الوصول هاد الغواصات الاثنين هادو. دروك نشوفوهم. نذكروا نعم اللي كان حي أصغر. يقوم بعدها بتفتيش واستعراض مختلف الوحدات البحرية التي التحقت بالقاعدة بهذه المناسبة، كما أشرف على تدشين غواصتين الونشريس والهجار اللتان دخلتا حيز الخدمة حديثا، والتقى بطاقمهما وهنأهم على هذه الإنجازات التي تحققت في ظرف وجيز. السيد الفريق حث القائمين على استغلال هذه الوسائل الكبرى على الحرص والحفاظ عليها وصيانتها الدورية وفقا للمعايير المحددة بغية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في أعلى درجاتها. فوالا، هذه زوج غواصات مشريين مدرحين، سمعت؟ كل ما نقدروا نقولوه هو انه الكولونيل عبد العزيز اللي كان مدير جهوي لأمن الجيش عمل تقرير وقال بلي هاد الغواصات نوع كيلو، يعني ترون كيلو مخدومين في سنوات الثمانين ما يقدروش يدخلوا الخدمة، يعني باش يخدموهم باش الور تم توقيفه، لأن هو سيدنا اللي عمل التقرير تاعهم على باش ملي لقيت صالح اللي جاب هذا خدم العفسة تم توقيفه، دخل الحبس حكم عليه 15 سنة هذا من 2018 من الحبس كان قايد صالح، عمل أبيل، الأبيل تاعو يطول ماشي كيما تاع نزار وتوفيق، يعملوا أبيل تمتم جوز وبعد يديروا كاساسيون تمتم جوز روح وخرج، ولا ابقى دونك كي راح قايد صالح صعب دعته نورمالمون يخرج، إذا قالك مازال على حساب مصادر عسكرية يقول لك أولاد القايد صالح هما اللي يتصلوا بتبون ويقولوا له هذا السيد يلزمو ما يخرجش من الحبس، بس لو كان يخرج من الحبس راح يكشف البازقة، دونك أوامر القضاء يقعد في الحبس كيما قلنا يكشف البازقة باش يكون ملف ترك لا خرج من الحبس، يعطيو حق براءة، يعني تفتح الملف تاع زوج غواصات وشوف هذيك الفهامة، شوفوا الفهامة غواصة واش تاع بحر يعني سمارة تحت الماء تاع بحرية، كيفاش تسمي وحدة ونشاريس بارسنيس والأخرى الهوغار جاء الجبال، يعني
أعطيهم أسماء تاع رياس بحرية قدم، أعطيهم أسماء تاع مدن ساحلية، تاع معارك ساحلية تاع وقت ثورة التحرير. لا، مش شوفك الفهمة هذيك، شتو الفهمة وين توصلهم؟ هذا المستوى فهمتهم على كل حال. فوالا، دونك السيد مازال يجوز، مازال يجوز الحبس حتى تتهنى البلاد من عصابة ولاد الحرام. هذا ما الله أكبر، هشام عباس، هشام